أم مشعل زغردت والفرح ما له مثايل، وأم شاهر هلت وكل المسرات تغمرها. لطلب الزفة كاملة وبدون حقوق يرجى الاتصال على جوال 0555-316-739. محفل بالعز باذ اخبه له باللي حضرها. شوشي يا نظم القصيد بالفرايد والجزايد، محفل بالعز باذ اخبه له باللي حضرها. أم مشعل زغردت والفرح ما له مدايد، أم شاهر هلت وكل المسرات تغمرها. حفلنا تذهبهم مشعل سليلة الأصايل، لقبلت هلوف الزل مهرة علي قدرها. شاهر القاعة طلتها تخايل، تنتشي لنسام لا مرت وسمعت من خبرها. أصيلة فارق بوصوفها وطيب الخصايل، والمكارم طبعها والمدح مكسوم البيرها. والعروس سجود منها ما خلده كل الشمايل، آية بالحسن والأخلاق والطيبة سيرها. آية بالحسن والأخلاق والطيبة سيرها. لقبلت راح الصباح بنورها واقبل يخايل، والعطف صاحب خطاوي الرياحين ونثرها. هالمعبودية بالجود معطي كل سايل، تمم الفرحة وديم السعد والطيبة دهرها. تمم الفرحة وديم السعد والطيبة دهرها. شوشي يا نظم القصيد بالفرايد والجزايل، محفل بالعز باذ اخبه له باللي حضرها. أم مشعل زغردت والفرح ما له مدايل، أم شاهر هلت وكل المسرات تغمرها. حفلنا تذهبهم مشعل سليلة الأصايل، لقبلت هلوف الزل مهرة علي قدرها. لقبلت هلوف الزل مهرة علي قدرها. شاهد تمر وتنمي وماله أشباه ومزايل، دوم القمة مرامي وفوق العليان وطرها. فرح عبد العزيز القرن كسب الجمايل، ولدها اللي هبته تسبقه لدروب عبرها. لنس المعطاري واسمه وانجلت ذيك الفعايل، لا عصيت الطيب ولا مجد تفعول سطرها. لقبلت أم شاهر القاعة طلتها تخايل، تنتشي لنسام لا مرت وسمعت من خبرها. الأصيلة فارق بوصوفها وطيب الخصايل، والمكارم طبعها والمدح مكسوم البيرها. والعروس سجود منها ما خذه كل الشمايل، آية بالحسن والأخلاق والطيبة سيرها. آية بالحسن والأخلاق والطيبة سيرها. لقبلت راح الصباح بنورها واقبل يخايل، والعطف فاحب خطاوي هرياحين ونذرها. هالمعبودية بالجود معطي كل سايل، تمم الفاحة وديم السعد